ان هي تعود مره تانية للدوري الممتاز. طبعا معسكر منتخبنا الاولمبي هينطلق بكره، يمكن ده اول معسكر في وجود ميكالي المدير الفني البرازيلي، وامنياتنا طبعا ليه بالتوفيق، ويعني يمكن احنا متعشمين فيه يعني كراجل صاحب انجاز مع منتخب البرازيل، وان هو يعني زي ما كان قادر انه يحرز اول ميداليه ذهبيه في تاريخ كره القدم البرازيليه في الاولمبياد، انه يحرز اول برضه ميداليه لمنتخبنا الوطني الاولمبي في الاولمبياد ان شاء الله. طبعا دي القايمه بتاعه منتخب مصر الاولمبي، ولكن برضه قبل ما اقرا لكم القايمه واختار مين، ان الراجل اختار 30 لعيب برضه يعني شرفني ان انا موجود معايا الكابتن وائل رياض شيتوس مدرب المنتخب الاولمبي، اللي يعني حابب ان انا اساله على تجهيزات المعسكر وايه اللي شافوه في خلال الشهر اللي فات. يا شيتوس منور ريمونتادا، وده بيتك يعني. حبيبي كابتن بركات، اخبارك ايه؟ كله تمام. طبعا بكره اول معسكر للفريق، طبعا المعسكر كان المفروض يبدا من النهارده، ولكن طبعا الراجل بعد مشاركه بعض اللعيبه الفترات الاخيره فضل ان هو يريحهم ويديهم يوم راحه زياده، ولكن يعني ايه اللي انتم محضرينه بقى للمعسكر وبدايه الشغل الرسمي يا شيتوس؟ طيب كابتن بركات، احنا الفتره اللي فاتت للامانه كنا شغالين بشكل يومي على اللعيبه اللي موجوده كلها في الدوري المصري من مواليد 2001 و2002 و2003. طبعا اتفرجنا على كميه كبيره جدا من اللعيبه. التقرير اللي انا كنت قدمته للراجل شافه وشاف لعيبه لايف في الملعب، وشافها كمان عن طريق الفيديوهات عن طريق محلل الاداء. لا ده انت ما شاء الله، ده انت كنت مديله تقرير على 120 لعيب. 120 لعيب وزادوا شويه كمان، وفي لعيبه كمان يا كابتن بركات للامانه الدوري المصري افرزها في الفترات الاخيره، ما كانتش متواجده معانا في المعسكرات القديمه، انما بقت موجوده دلوقتي. فابتدينا نتفرج بشكل موسع وبشكل كبير، وقدرنا ان احنا نعمل داتا كويسه جدا عن كل اللعيبه، وقدرنا ان احنا في الفتره الاخيره او في المعسكر اللي هو هيبدا بكره باذن الله نحصر عدد اللعيبه اللي هيبقوا موجودين معانا في المعسكر ل 26 لاعب زائد اربع حراس مرمى. ده يعني كحاجه مبدئيه باذن الله. وفي ان شاء الله كمان المعسكر اللي هيكون اللي هي الاجنده الدوليه بقى اللي هتبقى من يوم 19 باذن الله، هيبقى متواجد ناس من لعيبه الزمالك مثلا. لو شفت القائمه هتلاقي في ناس من الزمالك مش موجودين من القوام الاساسي للمنتخب او من الناس الاساسيين. حسام عبد المجيد مع الزمالك، لان الزمالك مرتبط بمباراه قطر كاس السوبر المصري السعودي وذهاب تمهيدي البطوله لدوري الابطال. مظبوط، حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد نديم حارس المرمى، الثلاثه متواجدين مع نادي الزمالك، وطارق علاء كمان لاعب منتخب الشباب، احنا يمكن كنا طلبناهم انما هم متواجدين مع نادي الزمالك طبعا في مهمته الوطنيه الرسميه. واعتقد نفس الموضوع بالنسبه لفيوتشر عربي بدر تقريبا. مظبوط، طلبنا برضه على عربي بدر، ولكن تم الاتفاق على انه يبقى متواجد مع نادي عشان المهمه الافريقيه اللي موجود فيها نادي فيوتشر في الكونفدراليه. فاذا وكمان في بعض اللاعبين المهمين بالنسبه لنا مش متواجدين في المعسكر على نظرا لاصابتهم، فان شاء الله باذن الله المعسكر الثاني هيبقى العدد اكبر، وهيبقى فيه مباراتين وديتين باذن الله جاري الاتفاق عليهم دلوقتي في الاجنده الدوليه. حددتوا الفرق يا شيتوس اللي هتلعب معاهم؟ والله يا كابتن يعني في اتفاقيات مع بنين، في اتفاقيات مع اوغندا، في اتفاقيات مع الكونغو الديمقراطيه، فبنتكلم انما لسه الردود النهائيه لسه في خلال الايام القادمه ان شاء الله باذن الله هيوصل لنا الردود النهائيه اللي نقدر بيها نحدد شكل المباراتين الوديتين، ولكن ان شاء الله هيبقى في الاجنده في مباراتين بحيث ان احنا نقدر نقف على مستوى اللعيبه، ويبقى عملنا يعني اعداد كويس للاجنده الرسميه في شهر اكتوبر اللي جاي. عجبني قوي شيتوس، يعني انتم مختارين 30 اسم، يعني واضح ان في حوالي 6 اسماء اعتقد منهم من منتخب كابتن محمود جابر 2003، فده شيء عجبني جدا، وده بيبين ان اكيد في تواصل كبير ما بين ميكالي وما بين الكابتن محمود جابر. طبعا هو في تنسيق كبير جدا ما بين الجهازين الفنيين، وكمان يا كابتن بركات عايز اضيف لحضرتك على حاجه كمان، ان كمان بقى في تنسيق ما بيننا وبين منتخب الناشئين مواليد 2006، وبنتفرج عليهم بشكل مفصل وبنشوف وبنتابع، لان احنا فعلا بنتابع كل المنتخبات ما دون المنتخب الاولمبي، بحيث ان احنا لو في عناصر مهمه ومميزه تقدر ان هي تنضم معانا يكون موجود، انما زي ما انت حضرتك بتقول 6 اسماء موجودين معانا ومش دي النهايه، احنا عايزين برضو
بنقول لعيبه منتخب الشباب احنا متابعينكم بشكل قوي، كابتنكم كابتن محمود جابر المدير الفني بتاعكم بيتواصل معانا بشكل كبير جدا على درايه بكل حاجه وعلى درايه باللعيبه اللي احنا بنستدعيها، وبيقول اراءه طبعا واحنا كمان بنقول ارانا، ويعني لازم يبقى عندهم ثقه في نفسهم ولازم يبقى عندهم طموح ان هم يبقوا متواجدين في المنتخب الاولمبي بصفه دائمه. عايزك يا شيتوس بقى تكلمني شويه على جواو بيدرو، يعني هو جواو بيدرو دوت بيتكلم معاكوا عادي كده؟ اصل انا في اي وقت ابقى معدي رايح جاي الراجل ده تحس يعني قاعد فاتح اللابتوب وحاطط دماغه جوه، وتحس ان هو يعني بص وقته كله للشغل. يعني طبعا جواو بيدرو هو محلل الاداء بتاع المنتخب الاولمبي، ولكن تحس ان هو يعني شغله يعني ما بيبطلش على مدار 24 ساعه. هو 24 ساعة محتاج الانترنت، 24 ساعة محتاج يبقى في اللابتوب مشحون على الآخر، لأن هي حياته كلها قايمة على الكلام ده وعلى تقطيع وعمل داتا للفيديوهات بتاعت اللعيبة. لأن احنا في المعسكر يا كابتن بركات هنفرج اللعيبة على كل حاجة، الإيجابيات والسلبيات بتاعت كل لاعب، كل لاعب إيه اللي عمله في ناديه، إيه اللي بيعمله، التحركات بتاعته، المشاكل اللي عنده، الحاجات اللي يقدر يطورها، والإيجابيات اللي نقدر نزودها والسلبيات اللي نقدر نتحاشاها. فالراجل شغال بشكل كبير جدا جدا جدا، والامانه التيم ورك كله بيشتغل بشكل قوي جدا، او الاستاف كله، اضافه طبعا للجهاز الطبي اللي انضم في الفتره الاخيره. فطبعا ان شاء الله باذن الله ناويين نعمل حاجه كويسه. انا عايز بس يا كابتن بركات ارجع للقائمه معلش، لان فيها تنوع. حضرتك يمكن ذكرت الست اسماء بتوع منتخب الشباب، انما انا كمان عايز اقول لحضرتك ان في تنوع من الانديه كلها. يعني في عندك ثلاثه من بيراميدز، اثنين من انبي، اثنين من فاركو، اثنين من وادي دجله، ثلاثه من المصري عيدي، ثلاثة من طلاع الجيش، واحد من المحلة، واحد من إسترن، واحد من المقاولين، واحد من الجونة، واحد من الخور القطري، واحد من سيراميكا. ده يعني شيء جميل جدا طبعا. أنت متنوع بشكل كبير جدا. كابتن شيتوس نورتني في المنتدى، وطبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي وميكالي في بداية مهمته.